شنو ممكن يكون الشكل المجهول؟ بكروس 3D هي لعبة ألغاز بسيطة تستخدم فيها المربعات المرقمة علشان تعرف أي المربعات تخلي وأي تكسرة عشان بالنهاية تطلع الشكل 3D. شلون تلعب؟ الرقم على المربع يوضح لك كم عدد المربعات اللي لازم يظل عند كل سطر عمودي أو أفقي للشكل النهائي. مثال على هذا الشيء الشكل الموجود قدامكم، بس لو تلاحظون السطر الأول من فوق مسجل عليه رقم 5، فمعناته راح تخلي 5 مربعات كلها. بتعليمهم كذي تحمي روحك من تكسيرهم بالغلط. الخطوة التالية خلونا نشوف العمود اللي بالنص، تلاحظون ان الرقم هناك هم بعد 5، ومنه راح تعرف انك لازم تخلي 5 مربعات ما تكسرهم. والحين لو تشوف السطر الثاني مكتوب عليه 1، انت الحين عارف قصده اي واحد فيهم لازم ما ينكسر، من كذي تقدر تاخذ راحتك وتكسر الباقي، من كذي تكون انت خلصت. خنحاول هني نحل لغز شوي اعقد من اللي قبله. تشوفون في مربعات تقول 0، فأي سطرة فيها الرقم 0 كسرة بالكامل، وهني تشوفون كاتبين 6، فبالحالة هذه لازم تخليهم كلهم لأنهم already 6. بالنهاية تلاحظ أنك عرفت المربع المكتوب عليه 1 واللي تحته، فتقدر تكسر الباقي بدون مخاطرة وكذي تكون خلصته. استمتع بأكثر من 350 لغز بصعوبات مختلفة من الإيزي للأدفانس. صمم ألغازك الخاصة وشارك بالمسابقات. صمم ألغازك الخاصة وشاركها مع ربعك، وتقدر تشارك بألغازك حق المسابقات الشهرية بأنك تصمم المطلوب خلال الشهر وتدزه أونلاين عن طريق النينتندو واي فاي كونكشن، وإذا فزت فيها راح تقدر كل الناس تنزلها من النت. تنزيل ألغاز جديدة كل أسبوع. تقدر بشبك الجهاز على النت تنزل ألغاز أسبوعية جديدة على الشريط وتستمتع فيهم بأي وقت.